الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا هو الدرس الأول من تحفيظ جزء عام إن شاء الله، ولنبدأ بسورة الناس، السورة السهلة الجميل. سورة الناس دي آخر سورة في المصحف، وفيها استجارة بالله عز وجل من شر الأعداء. إحنا لنا أعداء من غير المسلمين، ولنا أعداء من الجن ومن الشياطين، عايزين يوسوسوا لنا وعايزين يجعلونا نبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى سورة الناس ديت بتعلمنا الاستجارة بالله سبحانه وتعالى من شر الأعداء الذين يدعون إلى الشر من جن وإنس، والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان أمر واجب على كل مسلم. عشان كده احنا بنبدأ التلاوة بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. ما معنى ملك الناس؟ يعني مالكهم ملكا تاما سبحانه وتعالى. ما معنى إله الناس؟ يعني معبودهم الحق سبحانه وتعالى. ما معنى الوسواس؟ من شر الوسواس الخناس. يعني الوسواس ده ممكن يكون من الجن، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، وممكن كذلك يكون من الناس. ممكن تالي ولد مثلا بيحبش حفظ القرآن يوسوس لك ويقول لك تعالى علشان نلعب لا نحفظ قرآن. ولد ما بيصليش يوسوس لك يقول لك انت بتصلي ليه، تعالى نلعب احسن ما نصليش، وهكذا. يبقى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، يعني من الجن. الوسواس ده ممكن يكون من الجن وممكن يكون من الناس. الخناس يعني ايه كلمة الخناس؟ يعني المتواري المختفي. طيب هنبدأ نقرأ السورة بالترديد كده مع بعض عشان نحفظها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، 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 ملك 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 الناس، قل أعوذ برب الناس 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 ملك الناس، إله 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 الناس،
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس 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 من شر الوسواس الخناس 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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 الذي يوسوس في صدور الناس 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 من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نسمع الدرس ده ونكرره إن شاء الله 5 مرات، يتم الحفظ بإذن الله جل وعلا. هذا والحمد لله رب العالمين.